زي ما انت شايف ده الليفر انفكشن، قلنا الموضوع موجود في المذكره بالعرض بالمنظر ده كده اهو، لكن احنا بنتكلم على كل قصه تفصيليا بالطول. النوبه اللي فاتت اتكلمنا على البيوجينيك ليفر ابسس، وفي الفيديو ده ان شاء الله بنتكلم على الهيدات الديزيز اوف الليفر. يلا بينا نبدا في الهيدات الديزيز اوف الليفر كديزيز. اول حاجه عايز اعرفها الانسيدنس، يا ترى يا الفا يا ترى الهيدات الديزيز اوف الليفر موجود فين اكتر؟ قال لك في الشيب ريبنج بارتس اوف الورلد، في الاماكن اكتر اللي بتربي الاغنام والماشيه. مين اكتر مكان بيربي الاغنام والماشيه؟ قال لك اكتر في الميدل ايست، تحديدا بيبقى موجود في العراق واليمن وليبيا، ولكن ممكن في بعض الاحيان نلاقيه في مصر. فاكر قصه زعبله والمعلم عبده اللي حكيتها لك من شويه؟ قلت لك انها حصلت في اليمن، عشان تعمل بس ريليشن للانسيدنس بالقصه اللي انا حكيتها لك. تمام. بعد كده عندنا الايتيولوجي. الايتيولوجي عايز اعرف الكوزيتيف اورجانيزم المخلوق اللي اسمه الكاينوكوكس جرانولوس. لا يا عم خلاص بقى، انا عرفت الدفعه 39 خلاص بقصه كفاح هذا المخلوق داخل جسم الانسان. ايه رايك بقى في القصه بقى؟ انا اتمنى تكون عجبتكم ان شاء الله، ونكون فهمنا منها قصه الكاينوكوكس جرانولوس. بعد كده عندنا اللايف سايكل، اشطب على العنوان ده، ده للفهم فقط، استحاله تكتبه في الامتحان، واعتقد دلوقتي احنا فاهمينه. اللايف سايكل بيقول لك ان الادلت بيبقى عايش في السمول انتستين بتاعت الكات والدوج، وطالما الادلت عايش فيها يبقى ده مكان اسمه ديفينيتيف هوست بالنسبه للكاينوكوكس جرانيلوزس. الاكز بتاع الديدان بيطلع مع الاكسترا للاعشاب والفيجيتابلز اللي موجوده على السويل. مين المسكين اللي هياكل الاعشاب دي بطعم البيض بتاع الكاينوكوكس جرانيلوزس؟ الشيب. الشيب هينجست الاكز وهتهاتش جواه وتريليز اللارفا، حرفيا بلع المرض. تمام. اللارفا بقى لما تبقى موجوده في السمول انتستين هتمنتريت الجيجنم وتكون هايداتد سيست في الليفر بتاع الشيب. مين بقى المعلم عبده بقى لما هيذبح او الجزار هيذبح الخروف؟ هيلاقي ان الليفر بتاعه غير صالح للاكل، هيروح جاي رميه، فيروح جاي الدج واكله، وتتكرر دوره الحياه بهذا الشكل. طب انا كانسان استفدت ايه؟ بدرس المرض ده ليه؟ قلنا لك انك بتدرسه لانك بتعكر صفو دوره الحياه دي. الواد زعبوله او اي انسان وهو بيلعب مع الكلب بتاعه ممكن مثلا ايده تختلط بالاجز اللي موجود على الاعشاب ويحطها بقى في بقه، فالانسان في الحاله دي بيبقى بلايند هوست او اكسيدنتالي انترميديت هوست. ده كان عنوان الاتيولوجي. العنوان اللي بعد كده هو عنوان الباثولوجي. الباثولوجي انا عايز اعرف في السايت، وعايز اعرف النمبر، وعايز اعرف منظر السيست تحت الميكروسكوب مايكرو، ومنظر السيست بعين المجرده. بالنسبه للسايت قال لك بتبقى موجوده اكتر في الرايت لوب. طب النمبر بتاعها هل بتبقى مالتيبل ولا سوليتري؟ قال لك غالبا بتبقى سوليتري ونادرا تبقى مالتيبل. يبقى النمبر كومن سوليتري بات مي بي مالتيبل. طب تحت الميكروسكوب السيست دي عامله ازاي؟ هتحكي بقى اللايرز بتاعت السيست، القصه اللي كنت بقول لك عليها دي، ان انا عندي طبقه اسمها الجيرمينال لاير، في روايه اخرى اسمها الاندوسيست. الاندوسيست دي اونلي ليفنج بارت اند انر موست لاير، هي البارازايت. تمام. البارازايت ده اول حاجه بيامن مكان يعيش فيه الاولاد، فبيسكريت هايداتد فلويد. ما مواصفات الهايداتد فلويد بقى؟ فلويد بيبقى كلرلس وكلير فلويد، ولكن ممكن يبقى اصفر لو هذا الفلويد اختلط بالبيلاري سيستم. ده كلام كويس جدا. بعد ما انا امنت المكان هروح جاي مامن مين؟ مامن الاولاد. الاولاد اسمهم ايه؟ اسكوليسز. الاسكوليسز دي اللي هي الهيدز اوف الفيوتشر وورمز، النونات يعني بتاعت الجيرمينال لاير. طب بعد كده كل سكوليسز مع بعض هيتجمعوا مع بعض، كوليكشن اوف سكوليسز، هيعمل لك حاجه اسمها بروت كبسول. طيب البروت كبسول بعد كده المرحله المستقبليه ليها انها هتكون حاجه اسمها الدوتر سيست لما تبقى سراوندد باي لاميليتد ممبرين. طيب بعد كده البارازايت الحاجه الثانيه اللي بيحاول يحمي نفسه منها اللي هي هجمات الاميون سيستم. طب بيعمل ايه ساعتها؟ بيكون حاجه اسمها لاميليتد ممبرين. اللاميليتد ممبرين اسمه في روايه اخرى الاكتوسيست. من كون الاكتوسيست؟ البارازايت اللي هو يعني الجيرمينال لاير. حاجه كويسه جدا. طيب كونه ليه؟ علشان يحمي نفسه من هجمات الاميون سيستم بتاع الانسان. اداك بقى ملحوظه ان اللاميليتد ممبرين او الاكتوسيست دي بتبقى سيباريتد من الادفنتيشيا ببلين اوف كليفج، وفهمتها لك ان انا لو عندي اهو دي الادفنتيشيا وبيبقى جوه هنا اهو، هكتبها لك باللون الازرق كده، اللاميليتد ممبرين بالمنظر ده كده اهو. ثانيه واحده بس اهو، الازرق ده اللاميليتد ممبرين، اللي ما بينهم ده حاجه اسمها بلين اوف كليفج، يعني في خط فاصل ما بين الفايبرس تيشو اللي كونه الجسم وما بين اللون الازرق ده اللي هو اللاميليتد ممبرين اللي كونه البارازايت، اسمه بلين اوف كليفج، وده اقدر من خلاله انا كجراح ان انا اشيل هذه السيست كامله من غير ما المس حاجه في جسم الانسان.
ده كلام كويس جدا. اخر لاير بقى اللي هي الادفنتيشيا، في روايه اخرى اسمها البريسيست، دي عباره عن فايبرس لاير. مين اللي كونها؟ الليفر. وهذا الفايبرس لاير بيبقى ادهرنت وبيقدر من خلاله الجسم يحاصر البارازايت. ده كان تحت الميكروسكوب. قال لك بقى جروسلي بعلك المجرده، الفلويد اللي جوه السيست بيبقى كلرلس وكلير فلويد، ولكن ممكن يبقى لونه اصفر لو حصل كونتامينيشن لهذه السيست مع البايل داكت. الاسكوليسز اللي موجود في الفلويد ده ممكن لو خرجوا يعملوا لك انافلاكس الشوك. ليه يا راجل؟ ما احنا كنا كويسين اهو. ليه بقى الكارثه اللي اسمها انافلاكس الشوك دي؟ ما قال لك ان الاسكوليسز دولت عباره عن بروتينات، واي فورم بروتين الرياكشن الجسم ليه بيبقى عباره عن انافلاكسز شوك او انافلاكسز رياكشن، ده لو دخلوا السيركيوليشن. العنوان اللي بعد كده بقى هو عنوان الكلينيكال بيكتشر، وانا عندي سيناريو من ثلاثه. السيناريو الاول وهو الاكثر شهره، ان زعبولة هيشتكي من ولا حاجه وهيفضل اسيمتوماتيك لمده سنوات وسنوات. هل انت سمعت في القصه اللي انا حكيتها لك دي ان زعبولة اشتكى من اي وجع وقال لك اه يا بطني او اي حاجه؟ كلا والف كلا وكل كلا على كلا. زعبولة بس كان متضايق من وجود البارازايت جواه، لكن هل البارازايت عامل له اي اعراض؟ كلا والف كلا وكل كلا على كلا. طب انا هكتشف زعبولة ازاي؟ لاي سبب إن كان زعبولة حب يعمل الترا ساوند على الابدومين هيقولوا له الحق يا زعبولة انت عندك سيست موجوده على الليفر. تمام، يبقى السيناريو الاولاني وهو الاكثر شهره العيان جاي لك ان هو اسيمتوماتيك مش بيشتكي من ورا حاجه، في بقى اشترك في اي قافيه طبيه ولا حاجه عمل الترا ساوند على الابدومين، لا ان هو عنده سيست موجوده على الليفر. طيب السيناريو الثاني، ان زعبولة هيجي يقول لك انا عندي كرونيك رايت ابر كوادرانت بين، هيجي يقول لك انا جنبي اليمين بيوجعني وحاسس ان كبدي متضخم هيباتوميجالي ولنا هنا وقفه. فاصل بس صغير، عايز اشرح لك حاجه عشان ما احسكش بس متلخبط. انا هنا قلت رايت ابر كوادرانت بين بحيث ان انا معتمد ان الابدومين مقسمها اربع ارباع، انما لو انا مقسم الابدومين تسع مناطق فانا هنا بتكلم ان انا عندي بين في الرايت هايبوكوندريوم. تمام، انما لو قلت رايت ابر كوادرانت يبقى انت كده افهم ان انا مقسم الابدومين اربع ارباع، مش هتفرق. المهم ان السيناريو الثاني بنسبه مثلا 7% او 8% ان زعبولة هيجي يقول لك انا حاسس بوجع مزمن ناحيه جنب اليمين وحاسس ان كبدي كبير شويه. السيناريو الثالث وهو الاكثر ندره ريرلي، ان زعبولة هيجي يشتكي من احد الكومبليكيشن اللي هنقولهم دلوقتي. يبقى انا عندي ثلاث سيناريوهات، السيناريو الاول هو السيناريو الاكثر شهره، زعبولة هيجي يشتكي من ولا حاجه والكلام ده ممكن يستمر لسنوات وسنوات. طب انا هكتشف زعبولة ازاي؟ لاي سبب إن كان، عمل الترا ساوند على الابدومين لا السيست موجوده داخل الليفر. السيناريو الثاني ان زعبولة هيجي يقول لك انا عندي كرونيك رايت ابر كوادرانت بين، وجع في جنب اليمين وحاسس ان انا كبدي كبير شويه. السيناريو الثالث وهو الاكثر ندره ان ممكن زعبولة يجي يشتكي من احد الكومبليكيشن، يبقى كلمة واحدة بس خلص فيها الكلينيكال بيكتشر، العيان غالبا اسيمتوماتيك اكسيدنتالي ديسكفرد باي الابدومينال الترا ساوند. بعد كده بعد ما زعبولة انت شفته وسمعت الشكوى بتاعته، تعالى بقى نشوف الساينز اللي هتبقى ظاهرة عليه. تعالى بقى نشوف الساينز والابدومينال اكزامينيشن اللي انا هعمله لزعبولة. أول حاجة ممكن تحس إن الليفر كبير هيباتوميجالي، وممكن تحس إن هو تندر، يعني ممكن تحسها وممكن ما تلقطهاش، مش مشكله مش موجوده عندك كمان في المذكره. اللي ممكن بقى تحسه حاجه غريبه جدا، في حاجه كده مميزه للمرض ده. لو انا عندي ده ليفر بالمنظر ده كده اهو، وادي الهايديتد سيست، الهايديتد سيست دي جواها فلويد عايم جواه اسكوليسز وبرود كبسول. في بقى حاجه غريبه قوي، ممكن مثلا وانت جاي تعمل بركشن، جاي اعمل بركشن كده اهو على السيست، فانا هحس ايه؟ قال لك اثناء ما انت بتعمل بركشن ممكن هذا البركشن يهز الاسكوليسيس داخل الفلويد، ما الاسكوليسيس عايم جوه فلويد فالاسكوليسيس دي هتتهز. فلما تتهز انت ممكن تحس حركه اهتزاز الاسكوليسيس على صباعينك اللي جنب الصباع اللي انت عملت عليه بركشن، عند الصباعين دول كده اهو. هذا الاهتزاز اسمه طبيا سريل، وده عشان احسه لازم تبقى السيست كبيره جدا، يبقى احس ان يبقى جواها سكوليسز عايمه كتير في ميه. تمام، الموضوع ده اسمه هايداتد سريل. يبقى دلوقتي لو انا عندي سيست لارج ان سايز، هذه السيست غالبا هتبقى بينلس
سويلنج، وغالبا هحس اثناء البالبيشن والبركشن هايداتد سريل. ما سبب هذا السريل؟ ان انا اثناء ما انا بعمل بركشن على السيست بالمنظر ده كده اهو، فانا هحس ايه؟ هحس ان السكوليسز اللي تحت صوابعي بتتهز، الهزه دي هحسها كسريل اسمه هايداتد سريل، ودي بتتحس لما تبقى السيست لارج ان سايز. بعد كده بقى انا عايز اعرف الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل على الهايداتد سيست. قال لك الماجوريتي اوف سيستس بيحصل لهم اللارج ان سايز، بيكبروا في الحجم، بيقام لارجر ان سايز. ممكن بقى بعض السيستس يحصل لهم كالسيفيكيشن، وانا احب ان السيستس يحصل لها كالسيفيكيشن، اللي معنى كده ان هم ماتوا، فده مؤشر حلو وكويس، واحب اشوف ان السيست حصل لها كالسيفيكيشن. ممكن بقى ريرلي يحصل بعض الحاجات اللي بتحصل لاي سيست، ان السيست دي ممكن يجي عليها اي ميكروب واي بكتيريا ويعمل عليها سكندري بكتيريا الانفكشن، ونخش في قصه البيوجينيك ليفر ابسس. ما انت فاكر ان انا قلت لك ان انا عندي من البريديسبوزنج فاكتور بتاعه البيوجينيك ليفر ابسس، قلنا لما يبقى عندي مريض او انسان الكبد بتاعه مريض، ومن الحاجات اللي الكبد بتاعه كان مريض فيها قلنا الهايداتد سيست. فالهايداتد سيست ممكن ريرلي يتكون فوقها سكندري بكتيريا انفكشن ويكون لي بايوجينيك ليفر ابسس. ممكن بقى يحصل لي رابشر للسيست، والسيست لو فرقعت هتفرقع في مكانين، احنا هنا عندنا البيلاري تراكت وهنا عندنا البريتونيوم، فهي لو هترابشر يا اما هترابشر في البيلاري تراكت يا اما هترابشر في البريتونيوم. اما لو رابشرت في البيلاري تراكت فانا كده هيتكون عندي جوندس، لان السكوليسز دي هتسد بقى البايل دكت واخش في قصه الاوبستراكتيف جوندس. طب لو فرقعت في البروتونيوم، البروتونيوم دلوقتي بقى جواه جسم غريب، بروتين غريب، وقلنا الجسم لما يجي يتصدى لجسم غريب بروتين غريب بيعمل قصاده ايه؟ بيعمل قصاده انافلاكتيك رياكشن، انافلاكسس. يبقى انا دلوقتي عندي كومبليكيشن، السيست ممكن تكبر في الحجم، واغلب السيستات دي بتبقى الكومبليكيشن بتاعتها انها تكبر في الحجم. سيستات تانية بيحصل لهم كالسيفيكيشن ويموتوا، وده حاجة بتبقى نادرا إلى حد ما. ممكن بقى يحصل بعض الكومبليكيشن النادرة، إن أنا يبقى عندي السيست دي يتكون عليها سكندري بكتيريال انفكشن، وأي بكتيريا تشوف إن ده وسط مناسب إن هو يعمل صديد وعدوى بكتيرية فيتكون سكندري بكتيريال انفكشن ويكون لي بيوجينيك ليفر ابسس. الحاجة بقى الأخيرة إنها ممكن ترابشر، وهي هترابشر يا اما هترابشر في البيلاري اللي جنبه يا اما هترابشر في البريتون. لو رابشرت في البيلاري السكوليسيس دي هتروح جايه سد البايل دكت تخش في اوبستراكتيف جوندس. لو رابشرت في البروتينيوم فانا دلوقتي بقى عندي بروتين غريب موجود داخل البروتينيوم كافيتي، الجسم هيتصدى له ان هو يعمل له انافلاكسس. العنوان عندي اللي بعد كده هو عنوان الانفستيجيشن. ايه هي الانفستيجيشن اللي هعملها لمريض الهايداتد ديزيز اوف الليفر؟ الانفستيجيشن كالعاده بتبقى لاب وبتبقى ايمجينج. تعال اقول لك السيناريو على هيئه قصه علشان ما تنساش الموضوع. عندنا زعبله. زعبله ده قلنا انه عايش في اليمن، عايش في اليمن بسلام وامان، مش حاسس باي حاجه خالص، لحد ما في يوم جاله قافله طبيه. قالوا له يا زعبله احنا قافله طبيه منين وجايين نكشف وكده. زعبله عمال يقول لهم يا جدعان انا كويس ما فيش حاجه. قالوا له يا عم تطمن على نفسك وتشوف فيك ايه، يمكن يكون فيك حاجه وانت مش عارف. قال لك ماشي اطمن برضه على نفسي ويشوف فيه ايه. فهم بيعملوا التحاليل، عملوا حاجه اسمها ابدومينال الترا ساوند. قالوا له يا زعبولة الحق انت عندك سيست موجوده على الليفر. فقال لك احنا عشان نتاكد اكتر من وجود السيست دي هنعمل سي تي. فهنعمل سي تي فعلا هنلاقي سيست موجوده في الليفر. يبقى الايمجنج انا عملت ايه لزعبولة كايمجنج؟ عملت له الترا ساوند وسي تي. دول بعملهم ليه؟ عشان اديتكت وجود السيست من عدمه. يبقى هنا بحدد هل السيست موجوده ولا لا، لان انا بتعامل مع عيان اسيمتوماتيك موجوده ولا لا. فدلوقتي الناس بتوع القافله هيقولوا لزعبله يا زعبله الحكايه والروايه ان احنا دلوقتي عملنا ابدومينال الترا ساوند لقينا عندك سيست، وتاكدنا بالسي تي لقينا فعلا ان انت عندك سيست. قال لهم يا جدعان انا كويس وما فيش حاجه ومش كده، وانا كويس يا جدعان واكيد انتوا غلطانين وكده. قالوا له لا احنا متاكدين ان في سيست موجوده على الليفر، فعايزين نعرف دلوقتي السيست دي عباره عن ايه. فاحنا هنعمل بقى تحاليل اللاب بتاعتنا، هياخدوا من زعبله عينه دم ويعملوا له سي بي سي، ودي اول حاجه في اللاب عندنا سي بي سي. هيقولوا يا زعبله الحق انت عندك ايزينوفيليا. زعبله هيقول لهم ايه يعني مش مشكله، ما ناس كتير عندها ايزينوفيليا مش هيتخض منها يعني.
هيقولوا له لا احنا كده بقى لازم نشوف السيرولوجي بتاع الموضوع ده عشان نعرف هو ايه، فهنعمل تستات سيرولوجيه عشان نحدد الانتي بودي الموجوده في الجسم. من التستات ده تيست اسمه الكازوني تيست، مش لازم تعرف تفصيله دلوقتي، هنزلها لك ان شاء الله في فيديو لوحده. لكن الكازوني تيست ده بيعمل على تحديد الانتي بودز اللي موجوده ضد الهيداتد فلويد والهيداتد سيست. يبقى دلوقتي كتحاليل انا عملت ايه لزعبله؟ في البدايه انا عملت ايمجنج عشان احدد وجود السيستم اللي عملها، الترا ساوند وسي تي، ده بيحدد لي اذا كانت السيست موجوده ولا لا. بعد كده هعمل له بقى اللاب السي بي سي، هلاقي ان عنده اوزينوفيليا طبعا لان السبب بارازايت، وانت عارف ان الخلايا المسؤوله عن التصدر للبارازايت وخط الدفاع الاول هو الاوزينوفيليا، وخط الدفاع الثاني بقى بيبقى باقي خلايا المناعه، لكن الاساسي بيبقى عندي الاوزينوفيليا. تاني تيست هو الكازوني تيست عشان بقى اشوف السيرولوجي. الكازوني تيست ده بيحدد الهيداتد انتي بودي، ده اللي بيعمل لها ديتكشن الهيداتد انتي بودي. فدلوقتي انا هقول لزعبولة انت فعلا عندك هيداتد ديزيز اوف الليفر لان انا لقيت عندك بوزيتيف هيداتد انتي بودي. فزعبولة هيقول لهم يا جدعان انا كويس ما فيهاش حاجه، هنقول له لا يا زعبولة انت عندك فعلا مرض، المرض ده اسمه هيداتد ديزيز اوف الليفر، عنده كومبليكيشن خطيره جدا وممكن يحصل لك انافلاكسز رياكشن، عشان امنع الانافلاكسز رياكشن ده انا لازم اعالجك. فزعبولة هيقول لك طيب يا دكتور انت هتعالجني ازاي؟ هتقول له بص يا زعبولة انا العلم مديني ثلاث اسلحه عالج بيهم الهيداتد ديزيز اوف الليفر. العلاج الاولاني ميديكال وان كان ده اقل اهميه. العلاج الثاني هو علاج حديث اسمه بير. زعبولة هيقول لك ايه بير دي؟ هقول لك اصبر يا زعبولة هتعرفها دلوقتي. والعلاج الاخير اللي هو السيرجيكال. بالنسبه للميديكال تريتمنت زعبولة هيقول لك انا ممكن اخده امتى؟ هنقول لك بص يا زعبولة احنا العلاج بتاعنا غالبا ومينلي بيبقى سيرجيكال. زعبولة هيخاف، هنقول لك يا زعبولة اطمن واهدى بس معانا الموضوع بسيط. تمام، هيقول اهدى كده ويسمع الكلام. هنقول له الميديكال تريتمنت ده يا زعبولة احنا بنديه قبل العمليه بري اوبراتيف وبوست اوبراتيف. هيسالك زعبولة وانت كمان هتسال نفس السؤال، ليه انا بدي ميديكال تريتمنت بري وبوست اوبراتيف؟ عشان اقلل الكومبليكيشن، لان وانس سكوليسز واحد هرب للبروتينيوم كافيتي ممكن يحصل قصاده انافلاكسز رياكشن رهيب. فانا ببقى مامن نفسي قبل العمليه ان انا بدي ميديكال تريتمنت يعمل على قتل السكوليسز دولت ويقلل من نسب هروبهم داخل البروتينيوم كافيتي. تمام، فده الاستخدام الاول والرئيسي للميديكال تريتمنت. الاستخدام الثاني بقى ان انا ممكن استخدمه في الناس العواجيز في الاولد بيشن. زعبولة هيقول لك لا انا مش عجوز. طب امتى برضه؟ زعبولة عنده فضول يعرف امتى استخدمه في الاولد بيشن. فانت جاي له انا بستخدمه في الاولد بيشن اللي هم نوت فيت فور السيرجري، او انا كنت عملت لهم عمليه والموضوع حصل له ريكارنس. دي الاستخدامات المحدوده للميديكال تريتمنت لان نتائجه مش النتائج الفعاله او الواو اللي انت متوقعها من الميديكال تريتمنت. طب ايه هي الادويه اللي انا بستخدمها؟ دواء اسمه مبندازول ودواء تاني اسمه البندازول. مين الاحسن؟ قال لك الالبندازول ده ليس توكسيك. بعد ما انت شرحت لزعبولة الميديكال تريتمنت تفصيلا، هتلاقي زعبولة بيقول لك يا دكتور انا مقلق الصراحه من الميديكال تريتمنت ده، انت لسه دلوقتي قايل يا دكتور ان انت مش بتستخدمه الا لحالات محدوده جدا، وكمان احنا بنستخدمه علشان نقلل الكومبليكيشن بس. حضرتك جاي له ده كلام هايل جدا يا زعبولة، وده هيخليني اشرح لك السلاح الثاني اللي اسمه البير. هروح جاي لك يا دكتور انا مستني اعرف يعني ايه بير دي؟ هتروح انت جاي له بير دي يا زعبولة اختصار لاربع كلمات، البي بانكتشر والاي اسبيريشن والاي انستول للهايبرتونيك سلاين، يعني ماده سكولي سايدل، ماده بتقتل النونات بتاعت الكوكس جرانيلوزس يعني، والار ري اسبيريشن. زعبولة هيروح جاي قايل لك يا دكتور انا مش فاهم، انت رميت عليا اربع كلمات انا مش فاهم منهم ولا حاجه. هتروح انت جاي قايل له ماشي يا زعبولة انا هفهمك الموضوع كله بيمشي ازاي. اول حاجه قبل ما ابدا علاج بالبير تكنيك، انا بمشي العيان يا زعبولة على كورس علاج من الالبندازول. هيروح جاي زعبولة في اللحظه دي هيسالك سؤال انت ممكن تشوفه غبي شويه، هيروح جاي قايل لك ليه يا دكتور انا قبل ما اعمل البير تكنيك
همشي العيان على قلبين ده يزول. هتقول له يا زعبول لا اله الا الله، ما انا لسه مجاوبك على السؤال دلوقتي وقلت لك ان انا استخدامي للميديكال تريتمنت دايما ان انا اقلل نسبه حدوث الكومبليكيشن ونسبه حدوث الشبح بتاع الهيدات الديزيز اللي هو الانافلاكس الشوك. فانا بدي كورس علاج من الالبندازول املا ان الدواء ده يقتل اكبر قدر ممكن من الاسكوليسز قبل ما استخدم اي تكنيك وتدخل جراحي او بالبير تكنيك، علشان اضمن ان الموضوع مش هيبقى فيه اي هروب للاسكوليسز للبروتينيال كافيتي ومش هيحصل اي انافلاكسيس شوك. زعبول هيقول لك لا تؤاخذنا بما نسينا او اخطانا، انا افتكرت فعلا ان احنا بندي الالبندازول عشان اقلل الكومبليكيشن. هيقول لك بعد ما ادي الالبندازول هعمل ايه يا دكتور؟ هتقول له بقى هتعمل البير تكنيك. اول حاجه هنيم العيان وادخل بالابره بتاعتي في السيستم بالمنظر ده كده اهو، اعمل بانكتشر. تمام، انا كده فهمت بانكتشر يعني ايه يا دكتور. بعد كده هعمل اسبيريشن لبعض محتويات السيست. تمام، انا عملت اسبيريشن لبعض محتويات السيست. بعدها هعمل انجكشن لسكوليسايدال ايجنت اللي هو الهايبر تونيك سلايد. زعبولة هيقول لك لنا هنا وقفه يا دكتور، انا ليه عملت اسبيريشن وبعدين عملت انجكشن للسكوليسايدال ايجنت؟ مخلص واعمل مره واحده انجكشن للسكوليسايدال ايجنت. هقول له يا زعبولة ايه ده، ما انا هقول لك اهو، اصل انت ما تعرفش ان السيست دي موجوده جوه الليفر بالمنظر ده كده، هو دي الليفر وادي السيست. السيست دي مضغوط عليها من الديافرام والانترا ابدومينال بريشر، السيست دي اندر تنشن. لو انا حقنت اي ماده جوه السيست هوب بوم، السيست دي هتروح جايه مفرقعه ومحتوياتها هتهرب في البريتونيوم كافيتي، وانا كده هعمل الانافلاكس الشوك اللي انا خايف اعملها. انت لو عملت كده يا زعبولة هبقى انا دكتور سائط. يبقى انا الاول لازم اسبيريشن عشان اخف الضغط شويه اللي جوه السيست، وبعدين اروح جاي حاقن الماده السكولي سايدل بتاعتي اللي هي الهايبرتونيك سلاين. الهايبرتونيك سلاين ده بيشفط الميه من الاسكوليسز، فالاسكوليسز بتبقى جافه وبتموت، وانت عارف انها دايما بتعيش في ميه مالحه. دلوقتي انا بشفط الميه دي من السيست، فبذلك الاسكوليسز هتموت ومش هيبقى ليها القدره على انها تعيش. طب بعد ما اعمل انجكشن للسكوليسايدال ايجنت ابدا بقى اكمل شفط باقي محتويات السيست واعمل ري اسبيريشن. انا كده يا دكتور فهمت البير تكنيك، فهمت ان انا اول حاجه بمشي العيان على كورس علاج من الالبندازول. وهيقول لك انا فهمت دلوقتي ان انا بدي الالبندازول عشان اقلل الكومبليكيشن واقلل هروب الاسكوليسيز للبروتونيوم كافيتي. هقول لك دلوقتي انا فهمت البير تكنيك ده عباره عن ايه، اعمل بانكتشر. هيروح جاي يقول لك وفهمت كمان ان انا بعمل اسبيريشن. هيقول لك خطوه الاسبيريشن دي مهمتها ان انا اقلل الضغط شويه بتاع السيست المضغوط عليها بقى من الانترا ابدومينال بريشر والضغط بتاع الليفر ذات نفسه، فانا بخف محتوياتها شويه علشان ما تفرقعش لما احقن السكوليسايدال ايجنت اللي هي الهايبرتونيك سلاين. وهيقول لك كمان يا دكتور انا عرفت الهايبرتونيك سلاين بيشتغل ازاي، ان الهايبرتونيك سلاين بيروح جاي شافط الميه من جوه السكوليسز فتبقى جافه وتموت. بعد ما السكوليسز بقى دي تموت بشفطها واخلص منها خالص وارميها بره الجسم. مبروك يا زعبوله، ده هو البير تكنيك. بعد ما انت شرحت لزعبوله البير تكنيك هتلاقيه بيقول لك ده شكله حاجه حديثه ومش موجوده عندنا في المستشفيات اللي في اليمن. ما تشرح لي كده السيرجيكال تريتمنت، الله يرضى عليك يا دكتور. هيروح جاي حتى جاي قايل له السيرجيكال تريتمنت ده عندي بيتراوح من ثلاثه اوبشنز. الاوبشن الاولاني ان انا اعمل سيمبل ايلاكيوليشن للسيست، وهنا انا افكرك ان انا كان عندي السيست متحوطه بحاجه اسمها لاميليتد لاير. لاميليتد لاير دي متحوطه بحاجه اسمها فايبرس تيشو. ما بين اللاميليتد لاير والفايبرس تيشو بلين اوف كليفج، هذا البلين اوف كليفج اقدر من خلاله اشيل السيست بالمنظر ده كده اهو من غير ما المس ولا نقطه تيشو من الليفر. يبقى ده اول خيار عندي ان انا اعمل لوكال اكسيجن اوف السيست. تمام، تاني اوبشن عندي ان انا اعمل ريسكشن للجزء بتاع الليفر اللي فيه السيست بالمنظر ده كده، والسيست موجود هنا اهو، انا هشيل جزء الليفر ده كله اللي فيه السيست. تالت اوبشن عندي ان انا ممكن اعمل دي روفنج للسيست، يعني انت هتفتح السيست كده اهو وتشيل السقف بتاعها والجزء العلوي بتاعها وتسيبها تفضي محتوياتها على فوطه مليئه بالسكولي سايدلز. دي التلاته اوبشنز تريتمنت اللي عندنا. وانا افكرك ان انا لسه ناقص لي تريتمنت اوف كومبليكيشن، ولسه ناقص لي ازاي اغطي الديفكت اللي موجود في الليفر ده، وده ان شاء الله احنا هنشوفهم واحنا بنقرا المذكره دلوقتي. بعد كده انا عندي عنوان الكلينيكال بيكتشر، وانا الكلينيكال بيكتشر عندي ثلاثه سيناريوز. السيناريو الاولاني العيان هيبقى طبيعي مش هيشتكي من اي حاجه خالص وهيبقى اسيمتوماتيك لمده سنوات فور ييرز اهو، ولكن انا لما هكتشف ان انا بعمل الترا ساوند على الابدومن بتاعته لاي سبب كان.
فاكتشف بقى ساعتها ان هو عنده سيست، واقول له اصل الحكايه والروايه وانت عندك سيست والكلام ده كله. طيب السيناريو الثاني، ان العيان يجي يشتكي من رايت ابر كوادرانت بين اند هيبات وميجالي. السيناريو الاخير وهو الاقل ندره، ان العيان يجي يشتكي من احد الكومبليكيشن اللي هنقولها دلوقتي. اشهر سيناريو للعيان يبقى اسيمتوماتيك، اقل سيناريو والاقل ندره ان العيان يجي يشتكي من احد الكومبليكيشن. طب بالنسبه للابدومينال اكزامينشن، غالبا مش هتحس حاجه، ممكن تحس اللارج تندر ليفر. طب لو ما حسيتش اللارج تندر ليفر، نادرا لما تبقى السيست كبيره في الحجم حاسها كبينلس سويلنج. البينلس سويلنج ده لو انا جيت اعمل عليه بيركشن، لما تبقى السيست كبيره في الحجم هحس بالبلبيشن عند الصباعين اللي جنب الصباع اللي انا بعمل بيهم بيركشن، هحس سريل. هذا السريل نتيجه اهتزاز الدوتر سيست والسكوليسز داخل الهايداتد فلويد. ده كلام جميل جدا. بالنسبه بقى للكومبليكيشن، بيقول لك ان الماجوريتي اوف سيست بتكونتينيو تو لارج ان سايز، بتكبر في الحجم، وبعض السكوليسز البارازايت بيموت والسيست تبقى كالسيفايد، وده حاجه جميله واحب اشوفها. طب ريرلي بقى ممكن يحصل لي سكندري بكتيريال انفكشن، ممكن اي ميكروب اي بكتيريا تلاقي ان الهايداتد سيست دي وسط كويس انها تعمل عليه انفكشن فتعمل لك بايوجينيك ليفر ابسس. الحاجه الثانيه بقى ان ممكن السيست دي ترابشر، على حسب المكان اللي هترابشر هيحصل كومبليكيشن. لو رابشرت في البيراري سيستم هيحصل لك جوندس، لان السكوليسيس هتسد المخرج بتاع البايل، فالبايل هيتراكم ويحصل لك اوبستراكتيف جوندس. طيب لو السيست فرقعت والسكوليسيس هربت للبيتونيوم كافيتي، هيحصل لك الشبح اللي احنا خايفين منه، الانافلاكسيس رياكشن. الانفستيجيشن قلنا ايمجنج، لانها اول حاجه انا بعملها هتلاقي انك بتعمل الترا ساوند وسي تي علشان بتديكت circumscribed cystic lesion with a daughter cyst inside، ده عشان احدد وجود السيست من عدمها بعمل الايمجنج. طب اللابوراتوري، لابوراتوري يا اما هعمل سي بي سي يا اما هعمل الكازوني تيست. السي بي سي هلاقي فيه ايزينوفيليا عاليه، الكازوني تيست ده تيست بحدد بيه الهايداتد انتي بودي، كده انا باكد لزعبولة ان هو عنده الهايداتد ديزيز اوف الليفر. بدا بقى اتكلم معاه على التريتمنت. الاوبشن الاولاني اللي عندي في العلاج زعبولة اسمه ميديكال تريتمنت. هتروح انت جاي قايل له الميديكال تريتمنت ده ليه انديكيشن استخدامه الاساسي بري اوبراتيف وبوست اوبراتيف علشان افويد الكومبليكيشن، واحاول اقتل اكبر عدد ممكن من السكوليسز لكي لا يهربوا الى داخل البروتينيال كافيتي ويحصل لي الانافلاكسيس شوك. الانديكيشن الثاني ليه لما يبقى اولد بيشنت نوت فيت فور سيرجري او في الريكرنت كيسز، وده عشان كده يخلي استخدامه بيبقى مش مهم قوي عندي في علاج الهايدات الديزيز اوف الليفر. طب الادويه اللي بستخدمها ايه؟ مبندازول والبندازول. الالبندازول ده ليس توكسيك. بعد كده عايز اتكلم بقى على السلاح التاني اللي هو البير كوتينوس تريتمنت، اللي هو البير. اول حاجه العيان هيمشي على انيشال كورس من الالبندازول. ليه هيمشي على كورس من الالبندازول؟ عشان احاول اقلل الكومبليكيشن واحاول اقدر اقتل اكبر عدد ممكن من السكوليسز لكي لا يهربوا الى داخل البوتينيال كافيتي وما يحصلليش اي انافلاكسس. طيب نبدا بقى في البير تكنيك. اول حاجه بعمل بانكتشر اوف السيست. هذا البانكتشر بيتم اندر جايدد للسونار او السي تي، لان الدكتور لازم لما ينشن لازم يصيب، عشان كده الموضوع بيتم اندر جايدد للسونار او السي تي. بعدين اعمل اسبيريشن. ايه اهميه خطوه الاسبيريشن دي؟ ان السيست دي موجوده في الابدومن تحت البريشر بتاع الابدومن والليفر والديافرام والكلام ده كله، فالسيست دي موجوده اندر تنشن، وكمان محتويات السيست جواها ضغط على السيست بشكل كبير قوي، فممكن تفرقع في اي لحظه، فانا بشفط جزء منها عشان اخف الضغط ده واقدر بقى ساعتها ادخل حاجه جديده على السيست. فانا بعمل اسبيريشن اوف السيست كونتنت. بعد كده هعمل انستوليزيشن للهايبرتونيك سلاين اللي هي الماده السكوليسايدال. الماده دي بتشفط الميه اللي موجوده في الهايداتد فلويد، بتشفط الميه من داخل السكوليسز، فالسكوليسز بتبقى جافه وبتموت. بعد ما اعمل انستوليشن للهايبرتونيك سلاين هروح جاي عامل تاني ري اسبيريشن واشفط المحتويات والسكوليسز اللي ماتت دي. اداك بقى ملحوظة في غاية الأهمية، إن البير تكنيك ده عشان أنت تجربه لازم ما يبقاش في أي كوميونيكيشن للبيلاري تراكت، لأن أنت كده بتحقن مادة سكولي سايدل في البيلاري تراكت، ودي حاجة ممكن تبوظ البيلاري تراكت. بعد كده بقى هيكلمك على السيرجيكال تريت. الأوبشن التالت بقى عندي هو السيرجيكال تريتمنت، وده بيتراوح من اللوكال اكسيجن للسيست، إنك تشيل السيست بس، او تعمل ليفر ريسكشن انك تشيل جزء الليفر اللي فيه السيست بالمنظر ده كده اهو، او انك تعمل دي روفنج للسيست، تشيل الجزء العلوي بتاعها وتسيب المحتويات بتاعتها بدات تطلع على الفوط اللي انت حاططها حوالين السيست، والفوط دي بتبقى مشبعه بماده سكوليسايدال. هل هتعمل كده بس؟ لا، خد بالك انا عندي كومبليكيشن لازم احرص منها واحاول امنحها.
طيب الكالسيفايد سيست دي اتعامل معاها ازاي؟ بعمل لها فولو اب بالالترا ساوند والسي تي. ليه؟ عشان عايز اشوف هل هي فعلا كالسيفايد وماتت ولا ممكن في اي وقت من الاوقات تنشط. طيب ايه هي كرامات وعلامات ان السيست دي بدأت تنشط؟ قالك الاكتيف سيست لما بتبدأ تكبر في الحجم وتبقى مور سوبرفيشال، دي معناها ان الكالسيفايد سيست بدأت تبقى اكتيف ولازم اتعامل مع الموضوع بالاوبشنز السيرجيكال اللي انا لسه قايلها لك دلوقتي. طيب لو انا حصل عندي اي انفكشن، مش انا عارف ان الهايداتد سيست ده ممكن تبقى سكندري باكتيريال انفكشن ويتكون عليها بايوجينيك ليفر ابسس، هعالج بقى البايوجينيك ليفر ابسس بالدرينج اوف البص. طيب لو السكوليسيس هربت للبيلاري سيستم وسدته وعملت لي اوبستراكتيف جوندس، هتخش عادي بالاي ار سي بي وتشيل السكوليسيس دي. طيب الكونتامينيشن اوف البروتينيال كافيتي بقى انا بحاول امنعه ازاي؟ قالك انت بتحاول تمنعه بثلاث حاجات. اول حاجه ان انا اثناء العمليه عمال ادي البندازول، طيب وقبل العمليه بدي برازي كوانتيل برضو دواء بيعمل كبري اوبراتيف سكولي سايدل. تاني حاجه ان انا حمله البروتينيال كافيتي ب 20% هايبرتونيك سلاين، دي حاجه كويسه جدا، وفي نفس الوقت قبل ما افتح السيست او اتعامل معاها هحقن برضو فيها 20% هايبر تونيك سلاين. يبقى انا بحقن هايبر تونيك سلاين في مكانين اثنين، المكان الاولاني البروتينيال كافيتي عشان لو اي سكوليسيس هرب يلاقي الهايبر تونيك سلاين مستنيه ويتعامل معاه، وقبل ما افتح برضو السيست او اتعامل معاها حدي برضو هايبر تونيك سلاين علشان اقلل اي سكوليسيس ممكن يبقى موجود جواها. واثناء العمليه بكمل العلاج بتاعي بالالبندازول، وقبل العمليه بدي البرازي كوانتال. انا كده بقلل قدر الامكان البروتينيال كافيتي كونتامينيشن. طيب لو انا اثناء العمليه حصل عندي اي قطع في البيلاري تراكت، ساعتها انت هتخيطه عادي خالص مفيش مشكله وانت شغال. طيب مش انا بشيل جزء من الليفر، انا عشان اشيل السيست دي بشيل جزء من الليفر، دلوقتي انا عندي جزء من الليفر متشال، الليفر بقى عندي بالمنظر ده كده اهو، في ديفكت موجود في الليفر. هذا الديفكت ممكن للاسف برضو يحصل لي عليه سكندري باكتيريال انفكشن. طب الحل يا جراحين يا متعلمين نعمل ايه؟ قال لك بسيطه خالص، انا عندي حاجه اسمها الاومنتوم، ممكن اجيب جزء من الاومنتوم واحطه هنا املى الديفكت ده، وكده انا بمنع تكون اي سكندري باكتيريال انفكشن على هذا الديفكت المكون، دي حاجه اسمها اومنتوبلاستي. فهو هنا بيقول لك ايه بقى؟ الريزيدوال كافيتي اللي ممكن يتكون بعد العمليه، بروح جاي حاطط سبيس من الجريتر اومنتوم في هذا الديفكت علشان املاه وامنع ان يحصل اي سكندري باكتيريال انفكشن عليه. ده كان موضوع الهايدات الديزيز اوف الليفر، يعني معلش لو طولنا شويه، لكن اتمنى تكونوا فهمتوا الموضوع ودمتم سالمين.